بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله مساكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم، وزي ما تعودنا دائما نقول لكم أنه أراكم وملاحظاتكم بتهمنا. والليلة سهرتنا إن شاء الله حتكون عن الشوق والحنين، الشوق والحنين في الغنى، الشوق والحنين في الغربة، والشوق والحنين في كل شيء. الليلة نحن حنتكلم عن الشوق والحنين إن شاء الله، سهرة تكون لطيفة. وأهلا وسهلا بضيوفنا داخل الاستوديو، ومرحب بكم، ونحن سعيدين جدا بوجودكم معنا. وسلام، مساء الخير يا ناهد. مساء الخير عليك إبراهيم، ومساء سعيد عليك جدا إن شاء الله يا رب. وسهرة سهرانين إن شاء الله بادية معكم اليوم، دايما تابعونا في سهرة سهرانين وبقية برامجنا من السودان 24 الآن من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. عديد من الضيوف، دايما عديد من الفنانين اللي بيكونوا موجودين معنا، سهرات جميلة بنتمنى إنكم تستمتعوا بها معنا. دايما خليكم معنا وما تغيروا محطة في سهر السهرانين. كفاءات موجودة داخل المملكة بنحب دائما احنا نلتقيها في جميع المجالات، زي ما قال ضيوفنا داخل الاستوديو الاستاذ عثمان جاد الله شاعر. اهلا بك وسهلا، مساء الخير عليك. وعليكم اهلا وسهلا. طبعا انا سعيد انه اجي مرة ثانية بدوي، يعني ان شاء الله نتمنى انها تكون سهرة جميلة ونكون خفيفين على الناس يعني إن شاء الله. إن شاء الله. وسعيد مرة تانية إنه طبعا تلاقينا في رأس السنة لو بتتذكروا. نعم. احتفلنا هنا. احتفلنا هنا. كتر خيرك جيتنا. الله يعافيك. الله مرحبا. شكرا. حياكم الله. سعيدين سعيد. والله بوجودك معنا الليلة داخل الاستوديو. أنا أسعد. وفرحانين جدا والله يا أخي. والشوق والحنين برضو موجود بيننا. يعني هو الشوق كالكلمات. يأخذني من تحت ذراعي، يحملني لأحلى الغيمات. يا سلام. وأنا كالطفلة في يده كالريشة. يا أخي دي تراجيدي الصراع. الليلة بوجودك يا حمزة حسب ذا طبعا حسب والصوت ذات ما يعني كده المهمة وغفشات كده بنعملها لطيف يعني هو ابتسامته اللي ما قاعد تفارق وش في دي، ان شاء الله ربنا يحفظها له ويحفظها لنا كمان يعني، لانه طلتوا علينا يعني بالدنيا يعني مفرحه مشرق كده يعني افتتاحيه كده زي ما تقول زي صباح العيد. والله بنكون سعيدين جدا لما يكون معنا حمزه داخل السهره، بنكون سعيدين جدا. مرحب بك استاذ حمزه بدوي، شاكرين وجودك معنا. والله انا طبعا شهادتي مجروحه في ابراهيم والاستاذ ناهد، وانا دائما بجيهم بمحبه والله العظيم، زي ما هم بيحبوني بيبادوني يعني المحبه، انا ببادل نفس الاحساس هذا. وسعادتي اليوم اجمل مع يوم احنا في منتصف بدايه السنه زاده، لذلك أتمنى أن اليوم نقدم شيء جميل للمستمعين ونكون خفيفين على الظل يعني. جميل جدا، إن شاء الله نشوف أخبار سهرانين أخبار لهذا سهرانين. اليوم السعودي المكلف نظيره السوداني نصر الدين مفرح بقرار المملكة العربية السعودية بقصر التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هجرية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60,000 حاج. وأكد عصام بن سعد متانة العلاقات بين الشعبين السعودي والسوداني قائلا: نحن أشقاء وعلاقتنا روحا ودما. ثمن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم وحرصها البالغ والعناية التامة بهم، وأعلن مفرح دعم وتأييد السودان لقرار وكلياتها الخمسة، وهو أوجب في التعبد أيام الجوائح. إذن خبرنا الثالث في هذه السهرة، التقى عضو مجلس السيادة الهادي إدريس بحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وقدم الهادي خلال اللقاء تنويرا لمناوي حول زيارته للمملكة العربية السعودية والمباحثات التي أجراها بشأن فرص الاستثمار في دارفور، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والثروة الحيوانية. إذن هي دي أخبار سهرانين لهذا اليوم من قناة السودان 24 الآن، وهي ضمن قنوات سعودية 24. وزي ما شايفين الحج إن شاء الله ربنا كمان يجعلكم من حجاج هذا العام للمقيمين والمواطنين داخل المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، واختصر على 60,000 حاج. طبعا أكيد هي ظروف كثيرة إن شاء الله نتجاوزها بإذن الله، ونحمد الله على إنه السنة دي أصلا في حج. السنة فاتت زي ما عارفين ما كان يعني مع الجائحة وكذا، لكن دائما إن شاء الله هو ما كمان يعني إن شاء الله ربنا يخلي أستاذنا الجميل
تفضل قول. نحن سعيدين والله البداية، فدي مهداة لك انت ولمشاهدينا الاعزاء. طبعا دائما حمزة بنقول له يا حمزة نطلب نحن الاغاني، بقول لك لا ما بقول لا بجاملنا غايته حسبه بدوي. ولو كان حنان
شرف والله يا أخي. التحية لك الأدائك وجمال صوتك. عنوان الحلقة الشوق والريد وهمزة ذكي جدا. همزة جاب لنا كل الأشواق. الحمد لله. كويس برضو حنجيك في الشوق والريد لكن نشوف الأستاذ عثمان. أستاذ عثمان الشوق والريد في الغناء السوداني والحب والحنين أغانينا كده يعني إحنا متهمين دي أغانينا بالطريقة دي ولذلك عند رأي مثلا ما بالضرورة هي كلها الأغاني كده مفروض يكون في أغاني تانية عن مثلا التعامل فن التقدير الحاجات زي كده مهمة كانت موجودة في أغاني الحقيبة طبعا زمان لكن الآن كلها زي ما شايفين هي حنين أكتر وشوق وريد وكده مظبوط. هو الإنسان السوداني سبحان الله يعني مربوط دائما اللي هو بانه يكون في البعد ده يعني الغربه الاقتراب البعد عن المكان البعد عن الاحبه التفاصيل دي كلها يعني خلت الشوق والحنين عند الانسان السوداني ظاهر. الناس كان لطبيعه المنطقه كان بتضطر تهاجر للمناطق مثلا اللي هو في داخل الوطن نفسه بيكون في شنو في حوجه لانه الناس يعني بحثا عن رقمة العيش بحثا عن العيش الكريمة بحثا عن لحد ما جات في ستينات الغربة اللي هي الخروج عن الوطن نفسه والخليج والمناطق الأخرى حتى العالم. بمناسبة الغربة الداخلية وداخل السودان لو لاحظنا يعني لو الأم قاعدة في البيت وولدها سافر مش على الخرطوم الخرطوم دي كانوا بيشوفوها خلاص غربة وبعاد وممكن تتكتب فيها قصائد يا ولدي خليتني ليه ومشيت ليه فعلا كلامك صحيح. هو أنا داير أقول سيدنا آدم ما كان في الجنة قبل ما يمرقوا أيوة قبل ما يطبع يعني ما كان مبسوط سيدنا أنا في الجنة ما كان يعني قاعد وأموره كلها في السليم وكل شيء تمام لكن ملل حس بالملل إنه عايز زول جنبه يعني فربنا سبحانه وتعالى خلق له الحنين في الحتة ديك بدأ اللي هو بعد ما يعني ربنا أراد أن ينزل الأرض وكذا كل واحد نزل في حتة ما نزلوا مع بعض يعني لحد الحنين حوى مجرمة قبل الغربة وقبل الناس تغترب وتمشي من تعديدا أو قبليها كمان قبل الحقيبة ذاته يعني كان احنا يعني نادر ما تشوف لك ما تشوف محبوبتك يعني صح. من الصعب جدا الحنين أيوه. طبعا التشويق والشوق ودي كله الحاجات مربوطه أكيد. ببعض اكيد فهم يعني برضو يكون برضو مهدت كثير قبل ما الناس تعرف الاختراع صحيح أيوه. وكمان فوريفر موت او كده او انه فقد يعني لفتره معينه على مستوى حبيبه وكده بعدين انت لو تلاحظ علاقه الام بولدها علاقة الأم والحب اللي ما بين الحبيب والحبيبة ممكن يكون العلاقة أقوى في حال إنه العلاقة ما بين الأم ولدها فبتلقى عندهم الحنين والشوق زائد يعني ناس الميتافيزيكس ناس الباراسايكولوجي بيقولوا إنه يعني الأم ممكن تحس بولدها ده لما تحصل له حاجة حتى لو كان هو في مكان تاني يعني. فهذه مربوطة بشنو بالحاسة السادسة بالبعد الرابع يعني ناس الميتافيزيكس بيقولوا إنه المسألة دي اللي هي إنه كأنما في استشعار إذا اللي هو دي من منطلق بتحس به يعني بكتاري يقول لك ولدي أيوة. مثلا حصل له حادث لكل حاجات كثيرة طيب برضو نفس السؤال عاصف من الحب يعني أيوة صح نفس السؤال طبعا ما زال قائم يعني أنا لما نسمع الغنية اللي بسمعها بالمواسيق الأغاني اللي فيها رسالة الممكن تخليني أنا يعني أتقوم في أغاني بتخليك تقوم حياتك تمشيها صح تكون ماشي كويس لكن الغنية دي والبعدة لو لاحظنا مثلا حسي همزة حيغني هالغنية الشوق والريد والبعدة حتكون حب والبعدة شوق والريد وهكذا يعني فالأغاني حقتنا كده السودانية لا انت هسه عندك الطير المهاجر يا أخي دي مش غنية دي مدرسة يعني الطير المهاجر دي غنية في داخلها في مش رسالة واحدة في مليون رسالة في من تمسكي من وبالله يا طير قبل ما تشرب تمر على بيت صغير من بابه من شباكه بيلمع ألف نور بدل يا مولاي أيوة مفردة لكن هي المعنى واحد أو الفكرة واحدة فكرة الشوق والحنين والأفكار طبعا الأفكار في الدنيا كلها محدودة يعني ومحصورة يعني حتى في كلامنا في مواضيعنا نحن نفسها
الافكار برضو محدوده يعني. ابراهيم متذكر الاغنيه انا كسوي لك كده يعني راجلك كان عمل اعملي ليه وفيها رسائل كانت موجهه تماما للبنت المفروض تتزوج الان، فانا بقصد كده يعني بقصد الحاجات اللي ممكن تدعو لها احترام المواثيق. ما كثير بنشوف اغاني ممكن تعدي رسائل. ايوه صح مزبوط يعني. ام دريا حبيبه بس المخرج بيكلمني بهشام يوسف شكرا لك، بيقول لي ام دريا حبيبه واحده من الاغاني يعني مثلا و قد لي يا مولاي حافي حالك في الطريق الشاقيه الترام. اي بقصد يعني المفروض تكون فيها اغاني فيها رسائل. ايوه قوية. هو انا معاك في الحكايه دي، لكن عندنا في الاشعار بالذات في الرثاء يعني في الرساء دائما بيكون في رسائل يعني رثاء 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 نعم رثاء، لكن هي عباره عن شوق وحنين. ما هو خلاص اصلا فات وانا هاشتاق له لكن هو اداني شنو امانه وانا عندي شنو واجبي عشان الامانه دي اصونه لحد ما نسمع. آن الأوان الآن ودع سيدي ذمن العذاب وانطلق بالروح عشقا لون الدنيا خضاب، خذ ما تحب حبيبنا إبريقك المصلاة لا تنسى الكتاب، وفي هدوء صل ما شئت وسبح الرحمن واطلب من الرب الثواب، واتل ياسين سورة الكهف آل عمران، أتل الملك حلق في الرحاب، واختم دعاءك بالصلاة على الرسول محمد واطلب من الله المتاب. يا أيها المسكون شعرا مستطاب، يا أيها المسكون شعرا مستطاب، يا أيها المحزون دوما في اغتراب، يا من حفرت الصخرة تبحث عن شفائك مؤمنا غدا الجواب، هي حكمة من عند بارئنا فبشراك وقد صبرت على المصاب. نم يا سيدي نم، نحن ونلتقي سنراك، نحن ونلتقيك كل ما جاء الخريف وارتوت هذه الهضاب، سنراك نحن ونلتقيك كل ما جاء الخريف وارتوت هذه الهضاب، سنقابل الأمطار بعدك بالنشيد، سنقابل الأمطار بعدك بالنشيد والحلوى وبأجمل ما لدينا من ثياب، سنراك في ضحكة الطفل الغرير يصارع أول الخطوات يمشي في اضطراب، سنراك في ضحكة، سنظل نحرسها هنا بانتظارك كلنا يا سيدي حتى مآب، سنظل نفتح المذياع في التوقيت دوما، وسنفتح المذياع في التوقيت دوما لنستمع الحقيب رغم مرارة الأحزان، سعداء نحن رغم مرارة الأحزان برغم فراقك المضني آلي وكذا انطلاقك في الرواح وفي الإياب، دع عنك هذا الخوف دعه، دع عنك هذا الخوف دعه، دع الحزن آلامي، أرح يا سيدي هذا التراب، أرح ما كان مهترئا من الآلام، أرح يا سيدي هذا التراب. يا سلام الله يرحمه. يا سلام الله يرحمه. الله يرحمه. هذا بيراودني في ذهني يعني بنلاقي كثير من الشعراء وانت شاعر طبعا بيكتبوا للحبيبه وللفراق وللصد وللصفح وارجع الي والكلام ده يعني، لكن ما بنلقى كثير في اغاني للوطن للاطفال، طفل اليوم هو رجل الغد، ايضا الغنى للوطن يعني ما بنلقاه كثير يعني، ما بنلقى الشعراء ممكن يطلعوا منتوج زي كده، وحتى لو طلع منتوج ممكن ما يتغنى. أنا أتفق معاك في جزئية اللي هي حقة الطفل، يعني صراحة نحن الطفل عندنا ما في اهتمام به كثير على مستوى الأغاني وعلى مستوى القنوات وعلى مستوى الشعر اللي بيخاطب الطفل نفسه. يعني نحن الحتة دي صراحة الآن أنت لو مشيتي دخلتي أي بيت سوداني بتلقى القنوات المفتوحة اللي هي زي طيور الجنة أو كده، يعني ما في قناة سودانية بلهجة سودانية يعني. حتى الآن أطفالنا حافظين الغنى باللهجة غير السودانية يعني. وهنا نحن محتاجين لغنى. كان في محاولات، لو كان في الإعلام في محاولات
لقنوات بتتكلم بلهجة سودانية لأغاني سودانية. يعني إحنا عندنا طبعاً بدري صحيت من نومي دي في ذهننا نحن في فترتنا نحن كان بدري صحيت من نومي مثلاً. جميلة أيوة. بدري صحيت من نومي مشت العالمية أيوة. مشت للعالمية لكن الوداء العالمية شنو ما سوداني اللقاء نفسه ما مشت العالمية عملتها بالسورية أعتقد بس أيوة. الشغل للأطفال صعب جداً وحساس يعني بزبط. الطفل ممكن فده على الشيء أيوة ونحن ذاتنا ما عندنا مؤسسات مهتمة ومتخصصة في مجال الطفل يعني بكميات كبيرة يعني المؤسسات الشغالة بسيطة ويعني قد تكون يعني معدومة يعني إلا في الفترة دي كان قاعد يقدم حاجات ويقدم حاجات شعبية لكن برضو ما في تخصص كده يعني دار رجع لك للمربع الأول الجبالك ناهد سألت عن الرسائل اللي تكون موجودة في الأغاني كويس أنا أفتكر إنه الأغاني هي نفسها شكلت وجدان الشعب السوداني شكلت وجدان الشعب السوداني بحميميته بلماته لو ملاحظ إحنا كلنا قاعدين نمشي مجموعات وقاعدين نسكن مجموعات صح. ولو لاحظت هنا في الرياض مثلا عندنا كم جمعية كويس ده كله بشكلوا الثقافة طبعا صح. دي ثقافتنا والأغاني ما تشوفها يعني هي ما هي نعم للمحبوبة وتطورت المسألة من المحبوبة من الحبيبة للحبيبة الوطن صح من الحبيبة للحبيبة الوطن بتلقى فيها رسائل قد يكون تشوف القصيدة كده تحس بأنه هو قاصد الحبيبة لكن مقصود الوطن وهو مقصود الوطن نعم. دي كلها المحور الجبالك اللي احنا تكلمنا فيه ايوه صح الشوق والحنين عند الشباب والأغنية اللي بتكلم عن الشوق والحنين زي بدت تتلاشى أو بدت تنخفض وتحلت محلها أغاني يعني ما أدرى الأغاني المتداولة اليوم الغير مستساغة يعني. والله صراحة هو دي هي شوف أنا أقول لك اللي بيحصل الآن هو الغناء ده ما تعبير عن الواقع بالمناسبة يعني ما نهرب منه نحن الآن واقعنا في الحتة دي واقعنا بناء على إيش تراكمات حقت اللي هي نحن ما دايرين ندخل في سياسة طبعا لكن تراكمات حقت انطباعات معينة ومسألة يعني أثرت على المجتمع نفسه المجتمع نفسه بقى اللي هو إنه تفصل لا هي أنا ما كنت داير أدخل في سياسة طبعا يا أخي أنت أنا داير أقول لك أنا قبل يومين سمعت أغنية عجيبة جدا باللغة العربية الفصحى أنا برضو سمعت هذه كل سنة وأنت طيب الأغنية طبعا باللغة العربية سكلتك أمك يا فتاة والله بجد يعني يعني ما عايزين نقول طبعا أستاذ همزة حضرت لك كم حاجة يعني إذا كانت تجمعات وطنية احتفاءات داخل مدينة الرياض خاصة إذا كانت احتفاءات خاصة بجمعيات الصحفيين وغيرها عشان كده أنا بقول الأغاني بتاعت الشوق والريد والحنان والكلام ده طاغية ليه لأنه الناس ما بتتمايل مع الأغاني الوطنية قد يقولوا كده مثلا الله متداولة بصورة كبيرة الفنانين دائما بيغنوها وبيحبوا الجو العام اللي هو الطرب بالنسبة اليوم فانت بتشوف معاي انه نحن فعلا مفروض نحب وجيق وهيام الصالونات الادبيه وغيرها بتستحمل اغاني غير مثلا يعني بتستحملها مثلا الصالونات بتستحمل اغاني شوق وريد والله شوف يا استاذ ناهي لا يعني انا مرات بطلع على الحفله يكون عندي غنى معين بطلع الحفله بغير غنى بتقري الجمهور بقري الجمهور ما داير الكلام انا بقوله ده ما دايره ايوه يعني من ناحيه وطنيه نحن تربيتنا ضعيفه التربية الوطنية فينا ما في معدومة من غني الأغاني الوطنية لما تكون في مناسبة هي ده الاستغلال كنا بنسمع للناس عثمان حسين ديل بنسهر بعثمان حسين لما نغني ناس لالة ولا يغني غنى في رسائل كبيرة جدا طيب الغنى بتاع أكتوبريات محمد الأمين وغيره أيوة ما غني معه شيء ممتع يعني مدرسة مصطفى سيد أحمد بتتغنى في الحفلات أيوة بنطرب لها جدا ووطنية وأي حاجة أنا ما بتفق معك سبحانه يلا إنت كيف تخلق المتعة داخل الأغنية العاطفية وتحولها لوطنية وفي بعد ذلك عندك أدوات يعني أدوات الرمزية والدلالات الموجودة داخل الأغنية دي بتزيد الأغنية متعة بتخلي المتلقي إنه يستمتع لأنه بتخليه في حالة بحث دائم انه يبحث عن المفردات اللي ممكن توجه له رسائل محدده فدي كلها يعني المتعه والابداع هو طبعا الترفيه مهم جدا
لكن الترفيه بلا وعي برضو كمان صح والوعي ذاته بدون ترفيه برضو ما بيتقبل. لأنه أنا قد يكون أوصل لك كلام كده في ساعتين بدون متعة وكله حكم وكله مواعظ وكله رسائل لكن ممكن تمله ما لم يكون فيه داخله ترفيه. فدي كلها حاجات يعني مدرسة مصطفى سيد أحمد هي مدرسة هو نحن أنا عندي ظن ساعي البريد شم العبير في الكلام نايم عمل. نحن لحد الآن متشوغين إنه نعرف الجواب ده هو شنو. ما بتتكلم عن الشوق لكن شوفوا هو شوقني أنا لياته درجة إنه أعرف أنا الخطاب ده فيه شنو بناس ده برضو فهم أنا عندي عندي فهم يعني برضو عندي ظن. طب إيه رأيك نسمع أغنية ظن شك ولا ترفيه حنين ترفيه ولا شوق وكل حكم فيه يا أخي غني لنا وزيدنا من الشجن والشجن الكبار فيه والسمق جميل
مرة يشرب من سبيله مرة يترنى ميحاكي وهو جالس فوق نخيله تحت نخيل أي نخيل يا رمال حلة دموع كرير مفكر مفتكر فاقد دليل فاقد دليل يا رمال حلتنا دول يا رمال حلتنا دول جنبي أنسك يا حليل يا حليل 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 فاطر فاتنا لدار ما هيلو ما يا سلام يلا دي الحنين ده الشوق الحنين بعد ذلك الصور الموجودة في الأغنية دي هي بيقوم بتربطك انت بالمناطق دي الرسائل دي الرسائل الداخل القصيدة يعني لو سمحت لي انا ربط من خلال كلمتك انت بتاعت انه بتربط المسائل اول شيء انت قبل زي ما تفضلت استاذ ناهد وتفضلت انت وتفضل استاذنا حمزة السودان الحنين نفسه دي الدائرة القريبة الانفليكشن حقها التأثير حقها قوي هي اللي بتكون مؤثرة دائما ومسيطر عليه لا يعني لكن دائرة الحنين دي تكون أكبر بحيث إنها تقوم تعبر عن الوطن يعني الناس هسه مثلا في ميدان الاعتصام هذه جسوار وكده بيمشوا مليانين وطنية لكن بيقوموا بيتأثروا كمان بالواقع واقع الحال المحبط أيا كان يعني ضنك العيش كهرباء قاطعة مشكلة الإنسان السوداني أحيانا فيه ملل الصبر ده نحن ما شفناه الصبر والمسابرة والقدرة وإحساس إنه يعني لا نحن لازم نمشي ما شفنا إلا في الشباب ديل اللي علمونا هسه قاعدين نتعلم منهم طبعا نحن الشباب السوار ديل أيوه صحيح قاعدين نتعلم منهم بس ما تتعلموا بتاعنا التروس اليومين ديل ديل ادوا نموذج سيء بجد يعني الشفعة عمرهم 12 و14 دي مسائل طبعا يعني معروف انه وراها يعني لكن انا اقول لك انه يعني فعلا هي الغريه ممكن تكون هي يعني الشوق الكثير بتجي تلقى الاسره نبدا من الاسره حتى الناس حنين بيقودوا للحي بتاعه وكأنه هو الوطن أيوة وكأنه هو الوطن هو بتمثل في الوطن حتى الأسرة ذاتها طبعا حنينك ليها بكون أكتر من الحي وهكذا يعني عندنا أزمة بتاعت مبدعين أنتم معي يعني في الفترة الأخيرة دي عندنا أزمة بتاعت يلا ده جاي إنه نتكلم عن أزمة المبدعين أزمة المبدعين عندنا بس فاصل عندنا فاصل طيب نطلع فاصل ونجي راجعين لأزمة المبدعين معكم سهرة سهرانين دائما تابعونا تابعوا كمان بقية برامجنا اللي بتبثها قناة سوداني السودان 24 الآن من كثرة الضيوف ما بقول السوداني 24 ما احترمنا لسوداني 24 إحنا السودان 24 الآن دائما لاحظوا للفريق أهلا بكم وسهلا لكل اللي انضموا لنا هسي ومتابعين معنا السهرة إبراهيم مساء الخير عليك تاني قلينا كان تطلب أغنية مساء النور اطلب اغنيه الليله ما بديني اغاني دايراها بديك الليله بس اول حلقه كلها لا بجد اطلب شنو يعني والله ابراهيم احنا دائما انا دائما يعني بالبلاء طلبات هو قلنا لناهد انت اطلبي الاغنيه الفلانيه ايوه وبعد ما جينا الفاصل صبوتي
وسهادي أنا وسهادي شفت الناس زمان يا حمزة بيوصل عبر النسيم عبر الطير عبر ساحل بريد أرجوك يا نسيم روح ليه أرجوك يا نسيم روح ليه يا طاير يا ماشي ليه هنّا يا ماشي ليه هنّا بسرعة وصل رسائل أيوة
عبر الأسير. أيوة يلا عبر الأسير. فدي كل عبر الأسير معنا اتصال هاتفي. عبر الأسير. يعني دي كلها وسائل بتاع التواصل. وحنين أيوة. التواصل زي تواصل اجتماعي. نعم. عندك قصيدة. لا عندنا اتصال هاتفي الآن موجود معنا المخرج. أهلا وسهلا. عبر الأسير. عبر الهاتف. أهلا وسهلا مساء الخير عليكم وسهرة سهلة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا استاذ الواسق عبد الرحمن ازيك مستشار قانوني. كيف حالك استاذ ناهد؟ تحيه لك ولكل المشاهدين. استاذ الواسق والله مشتاقين يا اخي طولنا منك. يديكم العافيه يا اخي ولكم التحيه جميعا استاذنا ولامسياتكم الجميله وكل السهرات الكرام الناس الفنانين اللي قاعدين معاكم اليوم التحيه. الله يديك العافيه تسلم من الليله الليله والله يا استاذ الواسق. يا اخي والله انا ذاتي اهو شوق ده خليك انت تدري الناس كده والله مشتاقين مش كده؟ عشان في لعب غريت وردي وعثمان مصطفى والحاجات أزول الناس كلهم يسلم يقول لك يا أخي والله مشتاقين حتى لو لقيته مبارح فالشوق مبذول كده في الحياة العامة السودانية مش صحيح. إذا أستاذ الواسق هو حديثنا اليوم عن الشوق والريت في الغناء السوداني وزي ما أنت ذكرت مشتاقين كلمة بتعني الكثير جدا لكن كنت بتكلم مع ضيوفي داخل الاستوديو في إنه إحنا غنانا كل شوق وريت وحن الشاعر يكتب عليها كلمات مثلا يعني إحنا عايزين الشعر اللي فيه رسائل مثلا بعد ما يتم الزواج ما هو كان في وصل كان في حب كان في شوق كان في حنين ولكن بعد أن يتم الزواج ما بتلاحظ حاجة تاني في كتابة الشعراء أو الأغاني. هل بتفتكر انه الشعر بس حده يا الناس تكون بعيده كده من بعض او المشاعر المتباعده او نقدر نقول البعد ممكن يولد الحنين والشوق يعني بعد ما اول حاجه ده سؤال خليني اقول لك يعني بصراحه يعني سؤال خطير جدا لكن خليني اقول لك انا بفتكر في الاول خلينا نرجع لمراد الجذر حق الحنين والشوق هو للجذر الصوفي للتركيب المضى الصوفي الصوفيه ذاتها قايمه على الوجدان الصوفي اللي هو عميق جدا في الـ في الـ في الـ يعني عنده اثر في تشكيل الدائره السودانيه ده بالاول. نمرة اثنين افتكر الرسائل صحيح المسافات لكن لانك انك تشتغل زول هم عكس مسافه قريبه. المسافه البعيده اصلا بتخليك شوق طبيعي لكن الاجمل لما تكون مشتغل زول وهو جواك بحيث انت عاوز تخلق يعني زي ما قال اصبحنا روح واحده في جسدين عرفتي؟ فالشوق ده مرات ما بالضروره المسافات. الشوق الحقيقي لما تتلاشى المساحات نهائيا وتبدا المسافه مسافه روحيه على مستوى الروح التلاقي اكثر على مستوى التلاقي يعني الجسد الطبيعي. انا خيال لي الشوق والحنين ده جزء من عجينه وطينه وتركيبه الانسان السوداني من الشعب الاولى. نعم جميل. استاذ الواثق كميه من المدارس بتاعت الغنى السوداني ده عبرت عن شوق الحنين للوطن. نعم. بتفتكر انه الابداع في الديمقراطيه او في الدكتاتوريه هو الاقوى؟ والله شوف انا بفتكر انه الفتره الدكتاتوريه غالبا بيكون فيها اشواك السوق على كلمه بيكون فيها اشواك للحريه لانه الانسان ابن الحريه الانسان بطبعه مجبول على الحريه الطبيعي المفروض يعيش حر يعني انا بفتكر الطبيعي اللي ما قاعد يحصل في بلادنا انا ما اقول العالم المتطرف ده القاعد يحصل ده ما طبيعي، ما طبيعي ان انت يعني تكون حريتي مغيده، تكون حقي في التعبير مغيد، حريتي في عمل متساوي مغيد، وده مدخل طويل، لكن خليني اقول انه الدكتاتوريه دي بتكون يعني جاسمه على الناس، مضيقه عليهم، عامله اشكالات في وجدانهم، بتخلي في حنين طواق جدا للديمقراطيه، بيقول لك كميه من الاشواق، عشان كده بفتكر الاناشيد الثوريه والمد الوطني بيجي في اثناء الدكتاتوريه، هذا لا يعني في زمن ديمقراطي بيكون فيه، لكن بتبقى مختلفه الافكار والموضوعات مختلفه خالص من الفكر الاساسي اللي هو التوغل للحريه، لانه حتى التوغل للحريه الحريه ما حبيبه يا اخي، اذا كانت المراه هي حبيبه في الحريه حبيبه وقريبه من الوجدان وجزء من 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 يعني من رغائب اي في الدنيا دي في انه يكون حر وطليق. الدكتاتوريه هي برضه ممكن تزيد من الحاجه دي. يا استاذ ابراهيم يا اخي يا رجل يا جميل انت اصلا تلاحظ يا اخي في السودانيين في محلات ذات اصقاع ما سمعت بها كل ما انا في بلاد انا طبعا شويه يعني صراحه هو ابن خالتنا حي قريب مشى 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 ايام الكورونا مشى الزواج بتاعه في زنجبار فغلب يا اخي متكرين وعاملين بيزنس وقاعدين في اي محل في زنجبار قاعدين وفي الدنيا كلها لانه اتشتتنا في المنافي ونحن ناس حنينين يا اخي حنينين يا اخي انت تعرف السلام الاسباني
بيستغرق حوالي اكثر من 4 دقائق. كيفينكم؟ طيبين؟ ازيكم؟ مشتاقين؟ ابا كميه الحاجات دي كلها تعابير وجدانيه. الزول لما يلاقي الزول بيكون داير بص كل الاشواق يختزلنا كده تبقى في سلامات مترادفه من كميه من التعابير المترادفه. وانت ابيات شعر شوقك كيف يا اخي؟ انا كل لي شوق لي سهران معاكم دائما لان انتم سهرانين بالمحبه والشوق يا اخي. طيب سمعنا حاجة أستاذ الواثق من أشعارك، وأنت شاعر معروف وكاتب صحفي ومستشار قانوني، ولكن الشعر دائما بيتلبسك بصورة جميلة جدا، وبتحاول من خلال شوق ما جابك ليا، ولا أنت ما فكرت يعني ما مشتاق ليا، ولا ما عارفة عليا، ولا أنت يعني أنا مفتكرة الشوق يجيبك من خلاله، بنحاول نعالج قضية في أنه أنا محتاجة لعطفك في الشوق في السلام. بسألك يعني بعض الكلمات كده هي، لكن كلها يعني زي ما بيقولوا إنها هي يعني ملامة نقدر نقول عليها. أعطف علي، أعطف علي يا ريم، أعطف علي يا ريم. وفي واحد قال شنو؟ قال الشوق يروي البحر ما بيغرق. البحر بيغرق بالمحبة يا زعيم يا أخي. الشعراء شوف الشعراء والكلام كلام الشعراء يا واثق. أنا توبة المطيوبة شدها تروح بين شيطان ونعي، والتوبة ينفلت الشجر من قلبي فتك تتحتل. لا لوبة كل ما أدور غفي بابا أجا ألقاه هابة حبوبة أنهر قلبي لعبراها لا من تاني يخشى دروبة. والمطيوبة تركت عقلي ما بين صاحي ما بين طاشي في غيبوبة، وقد جلست نجيلة قلبي فرد ضحكة المحبوبة. الريح حمرق من جلده ويتدب المسك في توبة. والمطيوبة أبشى خاطري من جرتك سماي من صوبة. الأطفال بروح يغنوا شيد بالفرح راكوبة، والمطر الكبير يزخ عاود دفته المرغوبة إن جابتنا موية الإلفة. واندلق الفرح من كوبة، والمصيوبة شدها تروح بين شيطان غناي، والتوبة ينفلت الشجن من قلبي فتك تتحتل. لا لوبة كل ما دور قفل الباب أجا أبا حبوبة أنهر قلبي لا إبراها لا من تاني يخشى دروبة. يا سلام يا كل إحساس يا أخي زوغ وشم و... نعم. وكله فيها. يا سلام. شكرا شكرا وصوفية. شكرا لكم انتوا قاعد الشوق مفروض تغنوا بيسحروك يا سمح الله، بيسحروكم بالجد يعني. الله يعطيك العافية. تحية ليكم ولضيوفكم الحنينين، وإن شاء الله دايما تعبروا بينا كده. وزي ما قال بازرعة كل طائر مرتحل عبر البحر حملتوا أشواقي الدفينة. دي أجمل حاجة، الشوق للبلد يا أخي وللخرطوم وللنيل ولكل حاجة جميلة في بلدنا. شكرا يا فنان يا جميل. شكرا لك. أستاذ الواثق أنت قبيل قلت لنا أنا يعني معنا إن شاء الله في سهرات. شكرا لك. والله أحييكم في الرياض خصوصي أنتوا أستاذ إبراهيم عشان يعني اسجل اعجابي يا ريت البرنامج الجميل. يا اهلا بيك. اهلا مرحب بك. يا ريت. اهلا مرحب بك. الله يديكم العافيه. شكرا يا فنان يا جميل. شكرا لك كثير. تسلم. زي ما شايفين استاذ الواثق استاذ هو صراحه هسه طبعا استاذنا الواثق قوه دخلينا في حته جميله جدا اللي هي انه الصوفيه أيوة. يعني ذاتها عباره عن حنين وشوق. بالمناسبه يعني في 50 يعني انتم عارفين انه الفساد، عدم الاستقرار السياسي، الحروب، المشاكل دي كلها اضطرت الإنسان السوداني ده إنه يهاجر. اضطرت إنه يعني الناس اللي تهجروا مثلا في دارفور يتهجروا من مكان بيفتشوا لقمة عيشهم مرقوا يعني بعد ده بيشعروا سبحان الله بعد يعني يشعروا ويغنوا حاجة أيوه. بقت ذاتها من ثقافتنا يعني ما بنفصل طبعا يعني طالما قلت لك قبلك إنه المجتمع ده يعني شكلنا او الثقافه حقتنا دي شكلتنا سواء كان مديح سواء كان غنى ده كله بيشكل الانسان السوس فيه حميميه عاليه جدا صح. الصينيه بتاعت الاكل فيها حميميه عاليه جدا دي كلها ملمات ودي اشكال لو شفتها في الظاهر كده بتلقاها انه ده طبيعنا طبعا انا قبل قلت لك المبدعين طاشين يعني عندنا مبدعين كميات مهوله وطاشين والحنين للوطن دائما بيظهر عند السوداني حتى لو كان بيعبر عن حتى ولو قال يا رمال حلتنا زولا وممكن يكون قاصد السودان لكن والله استاذ عثمان قبل ما تقرا قصيدتك اقرا شيء لكن انا شايف انه الفن ما عنده حدود زي استاذنا حميد كلهم كانوا برا يعني وقاعدين ينتجوا على طول يعني وقاعده تصلنا عبر الكثيت عبر الكذا فأنا شايف إنه الفنون والإبداع ما عنده حدود يعني ما عنده حدود ما عنده. جغرافية ولا عنده وقت معين ولا عنده زمن أكيد يعني ما مربوط بعمر إبداع أنت وأستاذنا كوميك
الفنان الجميل وحديثنا ده مداخلة أستاذنا الواثق متأكد أنك قاعد تكتب في قصيدة ومبدع جدا وهنا في السعودية لكن جسد هنا مظبوط هي أسا القصيدة دي ليلة الغربة أيوة شوف يعني أنا أسا القصيدة اللي أقراها لكم دي روحك هنا كل روحي هناك أنا بتكلم مع وطننا الهنا يلا شفت ده كسرت الحدود نسمع أي رأيك الله يعافيك دي طبعا قصيدة اسمها ليلة الغربة اللي هو إنه صراحة الواحد بيجي تساؤلات بلدنا السمح ده بلدنا الخيرات كثيرة دي بلدنا الفيه يعني ليه نحن نكون ليه نكون كده يعني دائما بنفتش التساؤل ده في القصيدة أيوة يلا نسمع اسمها ليلة الغربة آهن يا ليلة الغربة آهن لو تدري ما أعني وماذا يعني خوف أدري أني مقتول يمشي في الأسواق أدري أني عار الأثواب أوراتي فأعجز حتى لا أعرف وجهي في المرآة ويرد الصوت الساخر أني لا أعرف صوتي يهزأ مني قلمي يخنقني وأظل ماذا لو يفرح وطني ماذا لو يتصافح أهل الطيبة في وطني ماذا لو نرجع نحن هناك إلى وطني ونترك هذه الغربة ونجلس في فرح في النيل لنرسم خرطة وننسج خطة ويسكت رياح الأمطار يا سلام يا سلام ذكرتنا بعشنا شوقنا ورجعنا بيهم خلاص نسمع والله يا أخي دي حسرة يا أخي نجي نتكلم في القصيدة حسرتنا ما بنريد غيره رحلوا خلونا يا حليل ما عزتنا ما بنريد غيره رحلوا خلونا حليل ما عزتنا ما ناس ما عزتنا ما بنا غيره رحلوا خلونا حليلوا الغربة قسايا وقسايا قسايا قلوبنا بكايا 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 هيمنا يا ربي ونحقق الغاية يا حليلوا اسمع عزتنا ما عزتنا ما برديد غيره رح خلونا فيهم الطيب الفوحة حسرة يا حليل ما عزتنا الغربة غسايا وقلوبنا نسايا الغربة غسايا وقلوبنا نسايا أي معنى يا ربي قلنا حقيقة الغاية يا حليل ونسمع صوركم الغالية جوا حصلت الفرقة يا ربي يلينا يا حليل ونسمع حزتنا ناس ما عزتنا ما بديد غيرهم رحلوا خلونا يا حليلوا صوركم الغالية جوا عينينا صوركم الغالية جوا عينينا عهودكم السامية لا لا منسي حصلت الفرقة يا ربي يلينا يا الناس ما عزتنا وفيهم ده من بكرة ديل شاد ونوم العين في الفهات حسرة يا حلي يا حلي الناس ما عزتنا رحلوا خلونا خلونا حلي رحلوا خلونا حلي رحلوا خلونا يا حليل
عزتنا ما بنريد غيرهم رحلوا خلونا يا حليلهم. احيانا برضو رغم الصدود رغم الجفا بنشتاق، ودي موجوده يعني نهواه محمد الامين نهواه ما زلنا ما زلنا نعم قبل العين شوف شوف ده يعني الحلنجي مش نعم. طيب بتفتكر برضو الألم مرات برضو لما يكون شديد ممكن يولد برضو الشوق، واحدة من الأشياء يعني الممكن الثانية والثالثة والرابعة كلها شوق وحنين وهكذا. أيوة. يعني ما بتكلم تاني على رسالة وما نرجع للسؤال ده تاني، لكن ممكن نتكلم عن إنه الجيل الجديد الآن اللي بنشوفه بيكتب شعر أو بيغني، في بعضهم بيردد وفي بعضهم بيجايب أغاني جديدة مؤلفات جديدة، خاصة مثلا أيام التغيير وشباب التغيير زي أغنية أحمد أمين اللي كانت في جوب الليل ضربونا. اسمها شنو أغنية حقت الناس نيام هجمونا والناس نيام. ما معنى الكلام، شوف عمق الكلام ده. الأغنية دي يعني مؤلمة لا تحد، دي خلقتها ظروف وفي بعضها بالمناسبات. هل بتفتكر زي الأغنية بتاعت أحمد أمين طالما تشربوها الشباب والناس الكبار حتى يستمعوا لها ممكن تكون أغنية أو بنفس الشاكلة دي نستمر فيها؟ هو طبعا الأغنية دي اللي هي طبعا مربوطة غناها أحمد أمين اللي هي عن الموقف اللي هي الصدمة اللي حصلت في فض الاعتصام. فحتى البشرة شوف أنا دار أقول لك هنا في جدة تحديدا يعني فالحنين الخل القصيدة بالجمال ده لأنه بعيد يمكن يكون لا من يكون قرب المسافة زي ما قال قبيل أستاذنا الواثق إنه قرب المسافة مرات ما بخلي تشعر الحاجات بأكيد إنه يعني كل ما كان في قاب بخلي الكهرومغناطيسية حقت الشوق اللي هي أسا قاعدين يقولوا كيمياء الجسد وكيمياء الروح وكيمياء ديل الناس بتاعين الفلسفة. لو لاحظنا برضو أيام التغيير والناس في القيادة حالة اللي ادعى ترجمة الصور اللي وصلته عبر واقع التواصل يعني شوف تصوير الدقيق التصوير الدقيق في القصيدة نفسها. عشان كده دائما هسه نحن كل الإبداعات يعني الطير المهاجر كتبه وهو برا يعني ما يعني دائما إنه يعني دائما بنلقى إنه أجمل التعابير عن الحنين والشوق وعن عن الوطن عن كده بتكون للإنسان هو بعيد. حتى حسي قال إبراهيم لو وشوش صوت الريح في الباب يسبقنا الشوق قبل العينين. لاحظ زولو لسه ما جاء العيد وزولو ما جاء فخطت الباب وهفشت الباب المسافة هنا بتبقى يعني بتضربها في الحنين بتضربها المدهشة زي لا نحن هسه انتوا لو شفتوا يعني صراحه ريحه البن في شعره زي ما قالت استاذه ناهي في شعره شباب يجيب لك موزه مش بقول لك ايوه يعني بيجيب لك لانهم بيستعملوا الجديد هسي بيستعملوا غريب الكلمات وتنافر المعاني مزبوط نسمع يعني لكن ما زي دهشه لو وشوش صوت الريح لا ما زي دهشه سكلتك امك يا سكلتك امك على عليك الله سمعنا سمعنا احسن اذكري ايام صفانا اذكري عهد اللقاء والليالي الف حبوب اذكري ايام صفانا نالل فيها وتبادلين هوانا اضطرينا ظروفنا والحظ اصطفانا يصغينا
يتفنوا يسمع ناس طوالا نهر بديع غير الحبك لو اهدي لي وهي غير الشكم ورضيها انت ملهمني لاغاني انت مصدر فني احساسي وشعوري انت ملهمني الله انت مصدر فني احساسي شعور يا اذكري الشوق والحنين. لكن قال لي اهدي لي تفاحه بس برتقال او برتقانه بس بسيط يعني. طيب شوف عمق الكلمات والمعاني يعني برضو عندنا جزء كبير معجب بالاغاني الشبابيه الان هي ماشيه على كسير الثلج اكثر يعني بقت معليش للكلمه لكن برضو بتصير الاعجاب يعني فيها اللهفه الشوق لكن بطريقه مبتدعين هم يعني عندهم اسلوبهم لو لاحظت الشباب ممكن يكون التقليد ممكن يكون لأغاني على الحال بتجرسوا الشباب بالمناسبة يعني في جرسة في الـ في الـ في, الـ في الأغاني يعني في الكلمات اللي بيخطوها أيوة لكن يعني أنا ملاحظ هسه في الفترة الأخيرة دي الأغاني عنده ما في اللي هو إنه رغم بعادك أنا يعني رغم صدك أنا ما عندي يعني منتظرك أو رغم صدك يعني. أنا حارسك دي وين الصور دي ما على كلامك أنت زمان إنه زمان كان شوفته ذاته بالضبط صعبة كده مشكلة أيوة. لا كان التمسك أول. كان حاجة قوية الآن التمسك ما في ما عايز تمشي مع السلامة ما عايز تجي يلا مزبوط دي أسرع هل ده الواقع الاقتصادي أول الخلة شنو الأغنية حسي تتغير من زمان زمان عميقة فيها تمسك فيها يعني بقدر ما فيها من كلمات جميلة فيها برضو حب الحبيب بنتظرك ما بفوت في ناس كتار ما تزوجوا زمان بالمناسبة صحيح. بأنهم هم بيحبوا شخصيات معينة صحيح. وقاعدين منتظرين أسي ما في ممكن 3-4 عادة 5 يعني حتى ما في شوق مثلا حتى حقيقي يعني أيوة بعض كل شيء بيقى متوفر اللي هو العالم بيقى قرية يعني أنت ما بتقدر تفرض عليه شروطك ايا كنت يعني الان المساله شوفتها ذاته ممكن انت تشوفها لايف على طول تتصل عليها لايف وخلاص يعني ما وبعدين على طول انت جوينج فورورد يعني انت زايد واحد زايد من هو يعني الواحد بيقوم منتظرها عشان تطلع تمشي تجيب لها مويه من البير أيوة. مسافات طويله جدا كويس دي كلها بيكون يعني تعبئه وده بكيل منها كل يعني صح. يعني اللحظة دي شفتها وتختفي ده التشويق ذاته التشويق الأغنية حقت زبيطة لكن هسي هي هسي في اللايفات معاه ترسل له الصور تذكر زمان زبيطة البص السريع بتخيل إنها هي راكبة البص من الجبل ليوي خايفة تضيع منه يعني هاي. من لا أنت شوف ود الرضي ولا منو لا من كان محبوبته كان شافها اختفت لا يا هدي يا الحجروك اللي هو قاموا يعني زي فرضوا على شروطه هلا إنها ما تطلع وكده قام لقى شفع لما شفع دفع لهم قروش برا في الشارع إنه قال لهم قولوا الحريقة الحريقة الشفع قاعد يكوركوا الحريقة الحريقة جات طالعت شوف الحريقة في اللحظة ديك شافة يعني دي خلاص ده قمة وخلاص كده سعيد طيب ده ما بعيد من كلمة يا منديل حرف أو أي حاجة يعني شوف ده قطعة بتاعت قماش زمان كنا شفنا المنديل كيف مقدس كيف حتى بنشوف عنده أبهاتنا أمهاتنا كان حاجة ويغسلوه ويجيبوه من المكوى ما كان حاجة سهلة أدينا بس حتة بسيطة من يا منديل طيب أنا حيغنيها وشوف بغنيها كيف أنت حتغني وإبراهيم حيمثلها يعني Thank you.
من دين يا من دين يا من دين جميل يا من دي يا من دي يا من دي شكرا 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 يا حمزة شكرا ها يلا اشوف الكون جميل وبديع شوف الكون جميل وبديع جميلة وحلوة بين يدي
أيام تنساها فهل أيام تسلاها تسلاها إذا ما غبت عن عيني والهانك أنا حويتك صرت والهانك عشيك الدنيا دي على جانك وكم ردت ذكراها ذكراها وي كتير غنيت في شوقي بشوف في شخصك أحلامي والدنيا تفيض بأنهامي وسألك بيبعد عني أمين. شكرا جزيلا شكرا لكم كثير جدا شكرا لكم. نحن حلقتنا انتهت للأسف الشديد وكنا متمنينها إنها تمتد الطول أكثر من كده. السهرة كانت لطيفة وحلوة وجميلة وكان فيها رسائل قيمة وأغاني سمحة وجميلة. الأغاني ذاتها كانت رسائل عظيمة. شكرا لكم كثير جدا وأنا شاكر وسعيد بوجودكم معنا داخل الاستوديو. شكرا لمشاهدينا الأعزاء التابعونا في بداية السهرة وجهونا في نص السهرة أهلا بهم. شكرا لهم كثير جدا وتابعونا كل يوم سهراني. شكرا لك يا ناهد. شكرا يا إبراهيم على الصحبة الجميلة والسهرة. إن شاء الله نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها كلكم مع ضيوفنا داخل الاستوديو. شكرا لك أستاذ الوصي عبد الرحمن عبر الهاتف. شكرا أحمد ريس في البسوة, كمان محمد طه في التحرير, ومحمد عصام في الجرافيك, وسعد أبي في المونتاج والإعداد والتنسيق للضيوف الأستاذ التجاني محمود, وتحايا كمان الأساتذة المخرجين أحمد نجمة وهشام يوسف. مخرج هذه الحلقة هشام يوسف, لك التحايا. وكوميك ونهد إن شاء الله دائما معكم. كان حيني إبراهيم باكر بنتلاقى إن شاء الله بنتلاقى إن شاء الله. الله يديك العافية.